صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأت في كتب التفسير أن معنى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنه عدم الإنفاق في سبيل الله، فهل المعنى محصور في ذلك؟ لا، لكنه من إلقاء بالأيدي إلى التهلكة ترك الجهاد في سبيل الله، هذا من أنواع الإلقاء إلى التهلكة، وهو سبب النزول. أيضا سبب النزول كما ذكر المفسرون هو أن بعض الصحابة أرادوا أن يشتغلوا بأموالهم وزروعهم ويتركوا الجهاد. قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فترك الجهاد تهلكة. نعم.